يا اهلا بيكم مره ثانيه عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا كلها اقل من اسبوع، يعني ايام، 6 ايام تقريبا بيفصلونا عن انطلاق فعاليات مونديال قطر 2022. امبارح اتكلمنا مع حضراتكم، لو حضراتكم لسه فاكرين، اتكلمنا عن اول مجموعتين في المونديال. النهارده ان شاء الله هنفتح مع حضراتكم ومع ضيفي العزيز اللي منورني ملف المجموعتين الثالثه والرابعه، ده اللي هنتكلم فيه مع الاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا استاذ. يا صباح الفل، اخبارك ايه؟ انا زي الفل الحمد لله، دايما ببقى مبسوط انا معاك. اكيد انت بصفه خاصه مستني طبعا يعني جداً انطلاق المونديال. جدا. بص يعني هو كمان بغض النظر عن فكره الاجواء اللي بيعملها المونديال ككاس العالم كمحفل لكره القدم وعرس كروي بالنسبه لكل العالم، طب النسخه دي تحديدا احنا مستنيينها عشان الاجواء المحيطه بيها، اول بطوله عالميه، اول بطوله كاس عالم تحديدا طبعا في الشرق الاوسط في المنطقه العربيه، اشقائنا في قطر استعدادات عظيمه جدا للمونديال بقالهم كذا سنه. صحيح. الملاعب، الاجواء، الاستعدادات، حتى فكره الحفلات التنظيميه، خدوا الفكره بتاعه روسيا اللي عملوها في 2018 اللي هي فكره الساحات الشعبيه. أيوه. اللي هيعلقوا فيها زي سكرينز او مونيتورز عشان يعرضوا فيها المباريات للي مش عارفين يدخلوا الماتشات، وطوروها شويه بفكره ان هم جايبين مغنيين ومطربين وفنانين من كل انحاء الوطن العربي يحيوا حفلات خلال البطوله كلها، مش بس حفل افتتاح وحفل ختام، ولكن أيوة. سمعنا عن مطربين مصريين هيعملوا حفلات شعبيه. أيوة. مش في الاستادات ولكن في الساحات بره ايام 12 ديسمبر، ده في منتصف البطوله، احنا عارفين البطوله هتبدا يوم 20 نوفمبر وتخلص 18. على مر البطوله كل اسبوع هتلاقي في حفلات شعبيه في الساحات، هتلاقي في اجواء احتفاليه داخل الملاعب، الاجواء نفسها انا مستني البطوله دي بفارغ الصبر عشان اشوف. على ذكر الاجواء، كويس قوي ان هم اجلوها للتوقيت ده، لان قبل كده كان هيبقى الاجواء ملتهبه غالبا، مستحيل يعني هم يعني عشان كده تم تعديل موعد البدايه فيما يخص ان هي تتلعب في شهر 6 او في شهر 7 زي ما هو جرى يعني في كاس العالم. ده كان مستحيل يتعمل في قطر، ومش كمان عشان الحر بس، كمان عشان الرطوبه، درجات الرطوبه هناك عاليه ما تسمحش. احنا شفنا المونديال بتاع برازيل 2014 الناس ما كانتش عارفه تلعب، المنتخبات اللي تميزت جدا في البطوله بخلاف المانيا طبعا اللي حصلت على اللقب في الفاينل، المنتخبات اللي تميزت في بطوله 2014 هي المنتخبات اللاتينيه في الاساس. شفنا كوستاريكا بتلعب بشكل كويس، شفنا الارجنتين، شفنا البرازيل قبل ما تخسر 7-1. المنتخبات اللي قدرت تواكب الرطوبه اللي متعوده على الاجواء هناك هي اللي قدرت تلعب وقدرت تتفوق فنيا وبدنيا. كان نفس الوضع ده ممكن نشوفه في قطر بسبب الرطوبه وسبب درجات الحراره العاليه، ولكن اللجنه المنظمه لمونديال قطر عالجت الموضوع ده بنقطتين مهمين جدا. النقطة الأولانية هي فكرة إن إحنا بعدنا عن شهر 6 وشهر 7 ورحنا لشهر 11 و12 عشان الحرارة تخف شوية عن الأول. النقطة الثانية وهي الأهم هي فكرة الاستعدادات الخاصة بالاستادات، يعني إحنا شايفين استادات عاملين تحت الكراسي مجرة مية عشان خاطر المية تسيركيليت في الاستاد كله فتقلل درجات الحرارة، تكييفات مركزية في كل الاستادات، يعني اغلب الاستادات لانه في استاد 974 ده مش مكيف لان هو معمول من حاويات السفن، وده واحد من الاستادات اللي انا نفسي البطوله تبدا باي شكل عشان اتفرج عليه. يعني ايه عامل استاد من 974 حاويه سفينه، الاستاد ده هيتفك بالكامل بعد ما يخلص المونديال، ويتم اهداء ال 974 حاويه للدول الناميه عشان تطوير المشاريع اللي هناك. فحتى افكار تطويريه وافكار انشائيه حلوه في المونديال ده، في ايه؟ كوز حلو جدا، فكره ان في يعني قيم معينه بيحاولوا يمرروها، فكره كويسه. انا زعلان جدا لان انا كنت اتمنى منتخب مصر يكون هناك لسببين. طبعاً. اولا طبعاً. الاجواء الرياضيه المتواجده هناك كانت هتساعد المنتخب ان هو يلعب بشكل كويس جدا، لان انا شايف دلوقتي منتخبات بتطلع ومنتخبات بتطلع ومنتخبات بتنزل. منتخب هولندا دلوقتي من المنتخبات القويه جدا، منتخب بولندا واحد من الاحصنه السوداء في البطولات، منتخب بلجيكا، منتخب مصر عنده السكواد اللي كان يسمح له ان هو يؤدي بشكل كويس، خاصه في قطر والجاليه المصريه اللي هناك واشقائنا في قطر، كان هتلاقي تشجيع عظيم جدا. ولكن كل امل ان شاء الله في اشقائنا العرب المتواجدين هناك ان هم يقدروا يمثلوا العرب بصوره جيده. هم يا بخت المنتخبات العربيه اللي مشاركه في المونديال السنه دي، عشان فكره زي ما انت بتقول كده، فكره دوله عربيه وجاليات عربيه موجوده فيها. طيب تعالى بقى نفتح الكلام في المجموعه الثالثه، والمجموعه الثالثه بتضم الارجنتين والسعوديه والمكسيك وبولندا.
بداية كده شايف حجم المنافسة بين الأربع أسماء دول هيكون عامل إزاي في المجموعة؟ أرجنتين، مكسيك، بولندا، السعودية. بالظبط كده. سيب الأرجنتين على جنب، لأن الأرجنتين داخلة يعني حياة أو موت. دول يستحقوا نبتدي بيهم. حياة أو موت. تعال نبتدي بيهم. نبدأ بالأرجنتين. حيث ميسي، وقد يكون ده المونديال الأخير ليه. وقد يكون، وهو قال إنه ده المونديال الأخير ليه، قد يعني ممكن يرجع في كلامه، لأن هو قبل كده اعتزل دولياً ورجع قبل ما يحقق الكوبا أمريكا اللي فاتت، ممكن يرجع في كلامه لو ما حققش كأس العالم على أمل إن هو يحققها في البطولة اللي بعدها. ولكن أنا بشكل شخصي على الرغم إن أنا ما بشجعش الأرجنتين، بس السن إيه؟ هيبقى وصل ل 40 كده خلاص. لا هيبقى 38 السنه اللي بعدها، هيبقى 38 تقريبا، فيعني هيبقى لسه قريب. الفكره في الموضوع انه انا اتمنى انه ميسي ياخد البطوله، لانه اضافه كبيره جدا لتاريخ كره القدم انه ميسي يتحط جنب مارادونا، يتحط جنب بيليه. ما ينفعش ان احنا نذكر اساطير التاريخ وما نقولش ميسي، وما ينفعش ان احنا نقول ميسي. يعني مش كاس العالم مش هو المحك الوحيد، في القاب فرديه وجماعيه كتير جدا حققها ميسي. هو خده منهم بالكيلو، بقى بالكيلو ده بالعشرة كيلو كمان، مش طبيعي، لعيب مش طبيعي. بس خليني اقول على حاجه مهمه جدا فنيا. الصوره اللي قدامنا دي هي صوره رائعه. ليه؟ لانها بتعبر عن الاختلاف ما بين منتخب الارجنتين السنه دي ومنتخب الارجنتين في كل النسخ السابقه اللي لعب فيها ميسي. اولا القائمه أكثر تكاملا من النسخ السابقة. كان عندهم مشكلة عظيمة جدا في حراسة المرمى، اتحلت بإيميليانو مارتينيز، واحد من أفضل حراس المرمى الموجودين في العالم في الوقت الحالي. كان عندهم مشكلة حقيقية جدا في خط الدفاع، وإن كان أوتاميندي لسه موجود وهو كارثة كونية أوتاميندي في خط الدفاع، ولكن على الأقل عنده اثنين جاهزين ممكن يدفع بيهم لو سكالوني المدير الفني للأرجنتين حكم المنطق والعقل. هيبدأ بكريستيان روميرو، هيبدأ بليساندرو، طبعا كريستيان روميرو توتنهام، وليساندرو مانشستر يونايتد. كان عندهم مشكلة في خط النص. مشكلة في خط النص مش معتمدة على فكرة انه عندهم لعيبة وحشين، ولكن كان عنده مشكلة في استخلاص الكرة وبالتالي والخروج بالكرة طبعا. وبالتالي ميسي كان بيلجأ في اغلب الاحيان انه يرجع لقبل نص ملعبه عشان ياخد الكرة ويبدأ يتدرج بيها هو، فبتفقد خضورته في المناطق الامامية، وهو خلاص هو في نص ملعبه بيتكلبوا عليه وبيتكتفوا عليه. فصعب جدا المنتخب كان يهدد. وصول الارجنتين لفاينل 2014 وخسارته من المانيا دي كانت معجزه بالنسبه لي، لانه الشكل العام كان لا يوحي ان الارجنتين ممكن تعمل حاجه، لان مفيش خط نص. دلوقتي انت بتتكلم في ثلاثه مهمين جدا، مع غياب لوسالسو طبعا اللي تعرض لاصابه، موجود ثلاثه: رودريجو دي بول نجم اتلتيكو مدريد، انزو بيريز اللي خاض كثير من المباريات مع المنتخب الارجنتيني، والورقه الاهم من وجهه نظري هو لياندرو باريديس. لياندرو باريديس عنده القدره على الافتكاك وعنده القدره على نقل الملعب بشكل سريع. وجود خط نص زي ده مع وجود انخيل دي ماريا في الانطلاقات الهجوميه او التحولات العكسيه السريعه، هيتيح لميسي ان هو يرتاح شويه، هيتيح لميسي ان هو يركز جهوده على منطقه الهجوم، ان هو خلاص بقى في ناس بتعرف تاخد الكوره وتنقلها بشكل سليم، فميسي هيبقى جهوده مركزه على المنطقه الهجوميه. والنقطة الأهم والأبرز اللي بقولها في أي انترفيو، بقولها حتى مع أصحابي على القهوة، إنه مفيش جونزالو هيجوين. إنه مفيش جونزالو هيجوين. اللي أهدر كم فرص رهيب، هو اللي ضيع على ميسي كأس عالم 2014 بالفرصتين المحققتين. وجود لوتارو مارتينيز نجم انتر ميلان، اي نعم في الفتره الاخيره لوتارو مارتينيز بيضيع كتير شويه، بس لوتارو عنده ميزه عن هيجوين. هيجوين لو ضيع كوره او اتنين بيفقد تركيزه، وكل تركيزه بيبقى ان هو يجيب جون، حتى لو هو اوت اوف فورم خلاص هو انعزل عن اللي حواليه. لو تارو لا، لو تارو مشاكس جدا في منطقه الجزاء، لو لقى نفسه اوت اوف فورم بيقدر يعيد توظيف نفسه ان هو يبدا يخدم على اللي حواليه، انه يلعب دور المحطه. هو ما بيهدرش كتير، بس لو اهدر، لو حس ان هو مش ماشيه معاه، ان هو مش موفق على الجون، بيقدر يعيد توظيفه. بس يجي علينا اليوم اللي نتكلم فيه على منتخب الارجنتين بجلاله قدره وتاريخه، ونقول ان كان عنده لفتره ما مشكله في خط النص، وعنده لفتره ما مشكله في استخلاص الكوره تحقيق وبناء هجمه جديده. احنا بنتكلم على الارجنتين، احنا بنتكلم على منتخب كان فيه خافير زانيتي، وكان فيه كامبياسو، وكان فيه دييغو سيميوني، وكان فيه باتيستوتا واورتيجا وسافيولا. احنا بنتكلم على منتخب عظيم. ده طبعا غير احنا لو نزلنا وقفشنا 11 واحد من المواطنين العاديين في الشارع هتعمل منتخب زي الفل. الارجنتيني حاجه. بس هي الفكره في الموضوع انه الجيل الحالي اتوسم فيه ان هو ممكن يعمل حاجه. انا مرشح الارجنتين انها تصعد سيمي فاينال. ممكن جدا، ممكن جدا.
انا بتمناها بشكل شخصي، حتى وان كنت ما بشجعش الارجنتين، انا اللي يعرفني كويس يعرف ان انا بشجع منتخب ايطاليا، بعد منتخب ايطاليا على طول بشجع منتخب هولندا. هولندا وايطاليا او ايطاليا اولا وهولندا ثانيا هما المنتخبات الاقرب الى القلب. العوض ومنه العوض، ايطاليا عليه العوض ومنه العوض، هولندا وده برضه من سخائف النسخه دي من المونديال. يعني ايه تبقى ايطاليا مش طرف المونديال؟ ما تفتحنيش والنبي في الموضوع ده، احسن حاجه شايله معبي. هولندا موجوده، ولكن خليني اقول على حاجه، انه حتى لو هولندا لعبت الارجنتين انا هشجع الارجنتين، يعني هشجع هولندا بعيدا عن الارجنتين في كل البطوله. لو حصل هولندا والارجنتين تقابلا انا هميل شويه لصالح ميسي، لان انا نفسي ان هو ياخد البطوله دي. فرجوعا للموضوع الفني عشان نتكلم عن المجموعه ككل، الارجنتين طبعا اقرب المنتخبات المتواجده في المجموعه دي للتاهل، وانا برشحها ان هي توصل للسيمي فاينل. خش بينا بقى على السعوديه. خش بينا على السعوديه، السعوديه عندها مجموعه مميزه. خلينا نتكلم انه عندها هتان بهبري، عندها سلمان الفرج، عندها سالم الدوسري، عندها محمد عويس حارس المرمى، وعندهم كره حلوه. السعوديه من المنتخبات او من الفرق حتى السعوديه اللي انا بحب طريقه لعبهم، لانه عندهم فهد المولد عبقري بالكوره ومن غير الكوره، سلمان الفرج لاعب خط وسط، هو قائد المنتخب طبعا، لاعب خط وسط من النوع اللي انا بحبه، اللي هو اللي عنده الرؤيه، بيفكرني بحسام غالي شويه في مصر، اللي عنده الرؤيه وعنده الفيجن وعنده المهاره، عنده الشخصيه حتى في الملعب. انا واحد من الناس اللي بحب سلمان الفرج جدا وبحب طريقه لعبه. سالم الدوسري واحد من احرف اللعيبه اللي موجودين في المنطقه العربيه. علي البليهي، عبد الحميد سعود الباك اليمين الشاب اللي طلعه كويسه جدا وكمل عليها. يعني شايف السكواد ده ممكن يعني ياهل المملكه العربيه السعوديه للدور اللي بعد كده؟ تمني وتوقع، تمني، اتمنى طبعا المنتخب السعودي الشقيق يتاهل الى الادوار القادمه. التوقع صعب شويه في ظل وجود منتخب قوي بدنيا وفنيا زي منتخب بولندا. انا مش مرشح المكسيك انها تتاهل، انا مرشح بولندا. ممكن المكسيك تتاهل طبعا، لان هي عندهم لوزان وعندهم عدد كبير جدا من الاسامي القويه في اوروبا. عندهم ليفاندوفسكي، عندهم حدوته لوحده ده. لا، بعيدا عن ليفاندوفسكي، اولا بولندا بتعاني من مشكله اللي هي اللي شفناها في اخر 3 ايام، كثره الاصابات اللي ضربت اكتر من منتخب. للاسف جت في الحارس المرمى الاساسي لمنتخب بولندا دراجوفسكي اللي بيلعب في نادي سبيتزيا الايطالي، اتصاب في المباراه الاخيره ليه مع سبيتزيا في الدوري الايطالي قبل التوقف الدولي. فدراجوفسكي خارج المنظومه البولنديه في كاس العالم. وكتير جدا يعني امين حارس مع منتخب المغرب للاسف الشديد امبارح تعرض لاصابه مش هيلحق كاس العالم. وفي اللي قبل كده ولوسيلسو وساديو ماني، في كتير جدا. بولندا عندها بس المشكله دلوقتي في حراسه المرمى بغياب دراجوفسكي. بس لو اتكلمنا عن المنتخب البولندي بشكل عام، تلاقي ان عندهم مثلا خط وسط زي زيلينسكي. زيلينسكي لاعب من اللعيبه المبهرين في خط النص، زي ما كنت بتكلم على قوه الافتكاك وسرعه نقل الكوره من المناطق الدفاعيه للمناطق الهجوميه اللي كنت بتكلم عنها في منتخب الارجنتين، زيلينسكي لوحده بيقدر يعمل ده. زيلينسكي واحد من ثلاثه هما المنظومه خط النص في فريق نابولي اللي قادرين لحد دلوقتي ان هم يعتلوا صداره الدوري الايطالي ويعتلوا مجموعتهم في الشامبيونز ليج ويتاهل باريحيه كامله، لان في من ضمنهم زيلينسكي. قدام زيلينسكي في ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي مهاجم قدير، فينيشر، محطه، قائد، اي حاجه انت عايز تقولها. وجود الاثنين دول ورا بعض، زيلينسكي كلاعب 8 بيزيد يبقى لاعب 10، وليفاندوفسكي بيرجح اكتر كفه المنتخب. وطبعا باقي السكواد الكامل مش فاكر الاسامي دلوقتي طبعا، ولكن السكواد كامل بتاع المنتخب البولندي قوي جدا. وجود الاثنين دول بيرشح او بيرجح كفه المنتخب البولندي اكتر، ولكن الامال معقوده على منتخب السعوديه. انا واحد من الناس اللي شايف انه مفيش مستحيل في الكوره. فيها مسلمات وفيها مش مسلمات، فيها اطر على الاغلب بتحصل، بس المستحيل مش موجود. المنتخب السعودي دايما في مساحه كافيه لوجود مفاجاه 100%. المنتخب السعودي هل يقدر يحقق المفاجاه؟ اعتقد انه بالجيل الحالي وبالقياده الفنيه الحاليه لمنتخب السعوديه، اعتقد انه ان شاء الله ممكن يقدر يحقق المفاجاه. طيب منتخب المكسيك هو كمان يقدر يحقق المفاجاه ولا مكتوب له ما يتصعد؟ بص، مش مرشح، يعني الكره ليست علم صحيح. انا ده بتكلم عليه، ده هو مجرد اجتهادات شخصيه بناء على رؤيتي للمنتخب. مفيش حاجه
ملموسه. حلو، انا مش مرشح منتخب المكسيك ان هو يتاهل، بالعكس انا ممكن احط السعوديه على المكسيك، يعني ممكن احط السعوديه كمركز ثالث والمكسيك في المركز الرابع، اولا الارجنتين طبعا، ثانيا بولندا، ثالثا السعوديه، رابعا منتخب المكسيك. مش حاسس ان هم لاقيين التوليفه المناسبه اللي يقدروا، مع ان عندهم اسامي، عندهم مثلا واحد من ابرز اللعيبه دلوقتي لوزانو بيلعب في نابولي متصدر الدوري الايطالي، بس مش حاسس انه قدروا المنتخب المكسيكي قدر انه يلاقي التوليفه اللي تعيد مره اخرى للاذهان صوره المكسيك 98 مثلا، صوره المكسيك 2014. النسخ دي كانت المكسيك واوروجواي ودول كتير ما بقتش محسوسه قوي دلوقتي زي زمان، كانوا مولعين الدنيا. ده حقيقي جدا. وما اعرفش ايه السبب، لو هتسالني عن السبب انا ما اعرفش ايه السبب. وعلى فكره وحتى مش عايز اقول تدهور، بس على الاقل نزول مستوى وكواليتي اللعيبه في منتخبات كبيره برضو مش زي زمان، والكلام ده ينطبق حتى على هولندا على فكره. بص لو اتكلمنا بمنطق اعتقد انه كاس العالم ده هيبقى اخر كاس عالم نشوف فيه كوره، لانه الكوره بتتحول لصناعه اكتر منها مهاره، وبتتحول لتجاره اكتر منها بالظبط كده، بتتحول لتجاره وصناعه اكتر منها موهبه وشغف وحب والكلام ده كله. دلوقتي اللي بقى بيتحكم في الموضوع اكتر هم المعلنين اكتر من طبعًا. الموهبه طبعًا. اللعيب الفلاني ماضي مع شركات كذا وكذا وكذا وكذا، وبيبقى ماضي في العقد مع النادي انه لازم يلعب نسبه معينه و و و انا هتولى دور المذيع دلوقتي وهسالك أرجوك سؤال، ارجوك اعمل ده. ايه افضل نسخه كاس عالم شفتها اتفرجت عليها؟ كل ما ترجع بالزمن لورا. انا 98، كل ما اخرها التسعينات. موافق جدا. انا بالنسبه لي 98. ايوه طبعا. انا 98 افضل نسخه كاس عالم شفتها في حياتي، وافضل نسخه كاس امم افريقيا شفتها في حياتي اللي توج بيها منتخب مصر طبعا. ليه؟ ما كانتش صناعه، ما كانتش تجاره طبعا، كانت موهبه. عد لي عدد المنتخبات اللي موجوده، كانت اول نسخه طبعا تقام ب 32 منتخب، عد لي عدد المنتخبات اللي موجوده وعدد النجوم اللي موجودين في كل منتخب، هتلاقي انه ما فيش منتخب، منتخب المغرب كان مليان نجوم، نيجيريا كانت مليان نجوم، وجزائر، الكاميرون، وتونس، برازيل، ايطاليا، ارجنتين، هولندا، جيل هولندا 98، المكسيك طبعا، تشيلي، سالاس وزامورانو. لا كان كان كانت بطوله عظيمه. ليه؟ كانت موهبة ثم موهبة ثم موهبة، ما كانتش صناعة زي ما هي دلوقتي. دلوقتي دخول الفلوس بالكم المرعب ده في صناعة كرة القدم أفسدت كرة القدم. يعني واحد زي لسه كنت بتكلم عنه، كيليان مبابي. كيليان مبابي ليه ما يلعبش في ريال مدريد؟ ليه ما نستفدش من الموهبة العظيمة دي في نادي ليه تاريخ وعريق وبينافس على البطولات وبيعمل كل الكلام ده؟ ليه ميسي ما يسيب برشلونه ويروح باريس سان جيرمان؟ ايوه الفكره في دخول الفلوس وسيطره راس المال بالشكل المرعب ده على الكوره بيخلينا احنا، يعني حد يسمع عن ميسي دلوقتي؟ دلوقتي السنه دي عامل موسم كويس، بس مش ميسي بتاع برشلونه، مش ملء السمع والابصار زي ما اتعودنا. بالظبط كده. كريستيانو رونالدو بعد ما ساب ريال مدريد لسه مسمع. ليه؟ لانه بيروح يوفنتوس، لانه بيروح مانشستر يونايتد، لانه مرتبط بمانشستر سيتي وبتشيلسي، لسه مسمع عند الناس على الرغم ان مستواه الفني مش كويس، ولكن لسه مسمع عند الناس لانه ما بعدش عن دائره الضوء. ليه؟ لانه كريستيانو رونالدو بص في الحته بتاعت انه لا انا عايز الكارير بتاعي يكمل. ده قال قواله وده يكمل. وقال قواله. وعايزين على فكره نقف عند القواله اللي قالها، لان اللي قاله مش سهل وغير معهود وغير مسبوق، وخصوصا منه. فرنسا، استراليا، الدنمارك، تونس، حيث حبيب كل الاهلاويه علي معلول اللي طبعا كل التوفيق هو منتخب تونس اكيد. كيف ترى هذه المجموعه؟ فرنسا هي المرشح الابرز طبعا عن المجموعه دي، عندهم اغلى لاعب في العالم وافضل لاعب في العالم. تخيل كريم بنزيما، وعندهم اوليفي جيرو اللي متالق جدا مع اي سي ميلان في الدوري الايطالي، وكان واحد من اهم الاسباب، اهم اسباب حصول اي سي ميلان على لقب الكالتشو السنه اللي فاتت، وهو اللي مخلي الميلان لحد دلوقتي ينافس على الصداره. ميلان دلوقتي بيحتل المركز الثاني في الدوري الايطالي بفرق 8 نقاط عن نابولي. ليه؟ بسبب لياو، رافائيل لياو مع كريستيانو رونالدو في البرتغال، وبسبب اوليفييه جيرو في منتخب فرنسا. اوليفييه جيرو هو تاني الهدافين التاريخيين في تاريخ فرنسا، في تاريخ منتخب فرنسا. المركز الاول عندنا تياري اونري 51 هدف. المركز في ايامه زي الغزال، ما هو ده بقى الجيل اللي بنتكلم عليه، وكاس العالم اللي احنا بنتكلم عليه 98. ما هو برضه هترجع كل الحاجات هتلاقيها في 98. هي الطفره فعلا كانت 98 دي طفره.
تياري أنري 51 هدف، أوليفييه جيرو في المركز الثاني ب 49 هدف، وهو مرشح بشدة أن هو يكسر الرقم القياسي لتياري أنري لو شارك في المباريات، لأنه أغلب الظن أنه هيبقى كريم بنزيما هو المهاجم الأساسي وأوليفييه جيرو هو اللي بيشارك كبديل، ولكن أوليفييه جيرو بيواجه منافسة شرسة جدا في خط الهجوم من جريزمان، من نكونكو، من عثمان دامبلي، من بنزيما طبعا، في عدد ومن كومن نجم بايرن ميونخ، في عدد كبير جدا من المهاجمين. ولكن المشكله الحقيقيه اللي ممكن اقول ان منتخب فرنسا ممكن يعاني منها هو غياب الخبرات الدوليه عند لعيبه خط النص. ليه؟ مفيش بول بوجبا، مفيش نجولو كانتي، الاثنين مصابين فمش منضمين للمنتخب. الوجهين الابرز في خط منتصف منتخب فرنسا هما تشاوميني وكامافينجا. الاثنين في ميزه وفي عيب، ما عندهمش خبرات دوليه كبيره مع المنتخب الاول، ولكن في ميزه مهمه جدا ان الاثنين بيلعبوا مع بعض في ريال مدريد الاسباني، والاثنين اصبحا من العناصر الاساسيه اللي بيعتمد عليهم، حتى لو مش من العساله اللي هم اللي بينزلوا في بدايه التشكيل، ولكن حتى لو بينزل كبديل من على مقاعد البدلاء بقى بيعتمد عليه من جانب كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، لفريق ريال مدريد. دي ميزه، فكره ان انت تلاقي اثنين لعيبه خط نص تحديدا بيلعبوا جنب بعض في نفس النادي وفي نفس المنتخب طبعا. تعمل نوع من الكيمستري، تعمل نوع من التوازن قد يعوض شويه غياب او نقص الخبرات الدوليه، خاصه ان احنا لما بنتكلم على كاس العالم، ان هو مثلا كامافينجا حصل مع ريال مدريد على تشامبيونز ليج الماضيه وشارك في المباريات، ما كانش بس بديل، كان بيشارك في المباريات. ولكن المحكات بتاعت كاس العالم بتبقى اكثر شراسه، ما بتتفرجش على كوره طول الوقت، يعني تشامبيونز ليج انت بتتفرج على كوره، اللعيبه بتمتع نفسها طبعا. الحلم الاول عند اي لاعب، ترتيب الاحلام كده، كاس العالم رقم واحد، وبعدين يجي اي حاجه طبعا. فعشان كده التوتر بيزيد، الخشونه بتزيد، الكوره بتقل كتير، المستويات الفنيه ما بنلاقيهاش، يعني احنا مش ضروري نشوف كل المباريات فيها مستويات فنيه عاليه. لو قدرت من سيب 98 كانت كل الماتشات حلوه، من 2002 لحد النهارده تقريبا ست نسخ او اربع نسخ، لو قدرت تجمع في الاربع نسخ دول 14 15 ماتش بمستوى فني عالي يبقى ربنا كرمنا. فبالتالي الموضوع مش معتمد بس على الكيمستري وعلى المهارات الفرديه لكامافينجا وتشاوميني، ولكن معتمد على الاجريشن، على الشراسه بتاعتهم في منتصف الملعب، هيقدروا يواجهوا بيها شراسه المنتخبات الاخرى ولا لا. هي دي القصه. تونس بقى هيعتمد على ايه؟ تونس الاضعف حظ في المجموعه دي للاسف الشديد، ان انا بقول كده، بس تونس ما عندوش الاسماء اللي تسمح انه نرشحها لان هي توصل بعيدا. اتمنى اكون مخطئ، واتمنى الناس تطلع بعد شهر من دلوقتي تقول لي شفت انت كنت غلطان، لانه منتخب تونس طبعا من المنتخبات القريبه جدا الى قلوبنا جميعا طبعا. وعندنا علي معلول طبعا. وكان عندنا طبعا في الدوري المصري بعيدا عن الاهلي حتى كان عندنا فرجاني ساسي، الزمالكاويه مرتبطين بيه وجدانيا، احنا في قناه الاهلي وكاهلاويه مرتبطين بعلي معلول، عندنا اللي بيشجعوا بيراميدز مرتبطين بفخر الدين بن يوسف، عندنا كتير جدا، كان عندنا زمان انيس بوجلبان، وكان عندنا فتونس قريبه جدا لقلوبنا جميعا طبعا. المشكله بس انه هي في مجموعه صعبه. انا طبعا استراليا مش مرشحها خالص، يعني انا شايفها مش عايز تقف عندها كتير، استراليا مش هتكلم عليها اصلا لان استراليا هي الحلقه الاضعف في المجموعه. ولكن الدنمارك انا واحد من الناس اللي برشح الدنمارك ان هي تبقى واحده من الاحصنه السوداء. انا مش مرشح حصان واحد اسود في البطوله دي، مرشح كذا حصان يعني، او مرشح كذا مفاجاه. مرشح هولندا ان هي توصل بعيدا. أوكي. مرشح اورجواي ان هي توصل بعيدا. الاربعه اللي انا مرشحهم لسيمي فاينل كاس عالم هم برازيل، ارجنتين، هولندا، برتغال. أوكي. بس مرشح الدنمارك مثلا ان هي توصل دور 8، مرشح اورجواي ان هي توصل دور 8. أوكي. الدنمارك عندها فرايتي غريب جدا ما بين الخبرات، متمثله في مثلا سيمون كاير مدافع اي سي ميلان، كاسبر شمايكل اللي ليه خبرات عظيمه جدا مع المنتخب وفي الدوري الانجليزي وحصل على لقب الدوري الانجليزي مع ليستر سيتي في مفاجاه هي الاغرب في القرن الواحد والعشرين من حصول ليستر سيتي على الدوري الانجليزي. عنده عدد كبير جدا، عنده اسمه مش متذكر اسمه، ابو شعر بتاع اللي بيلعب في لايبزيج،
عنده عدد كبير جدا من اللعيبه، عنده كريستيان اريكسن، ثانية واحدة، عنده كريستيان اريكسن العائد من إصابة كادت أن تودي بحياته في كأس العالم 2018 عشان يبقى واحد من أهم نجوم الدنمارك مرة أخرى في كأس عالم 2022. امبارح بنتفرج على ماتش مانشستر وفولم في الدوري الانجليزي، كريستيان اريكسن بيسجل الهدف الاول وبيصنع الهدف الثاني عشان مانشستر يونايتد يكسب في الدقيقه 93. عوده كريستيان اريكسن لتصدر المشهد مره اخرى في المنتخب الدنماركي بيرجح كفه منتخب الدنمارك، خاصه انه منتخب الدنمارك بيرجع بيلعب كوره جماعيه مميزه جدا، عنده خبرات وعنده عناصر شابه وعنده كوره حلوه. انا متخيل هو طول عمره بيلعب كوره جماعيه، لان ما تهيأليش ان حتى في ازمنه سابقه او في اجيال سابقه كان عندهم اللعيب المهاري اللافت يعني. متفق، بس يعني مثلا هم دايما طول عمرهم يعني عارف جزء من ثقل الدنمارك جاي في فكره الجماعيه. الجماعيه جدا، بس عمرهم ما كانوا عاملين الطفره العظيمه دي ان كل اللعيبه بتاعهم بيلعبوا في انديه قمه زي ما حاصل دلوقتي. يعني احنا لما نرجع ل 98 اللي انا بحب ارجع لها في اي حاجه هنلاقي لاودروب مثلا، الاخوان لاودروب كانوا بيلعبوا في الدنمارك على ما اتذكر، كانوا بيلعبوا في الدنمارك. الاسمين الوحيدين اللي كانوا موجودين في الدنمارك هم لاودروب، مفيش اسماء كبيره كانت موجوده في المنتخب بخلافهم. دلوقتي لا، دلوقتي عندك عدد كبير جدا من الاسماء اللي بيلعبوا في كل الانديه الكبيره في الخمس دوريات الكبرى الاوروبيه. واللي ساعد على ده برضو الانتشار الواسع للدوريات الاوروبيه ودخول الديجيتال ودخول الوسائل اللي ساهمت في الترويج للعيبه دي، فبداوا يتشافوا اكتر، فبدات الانديه الكبيره تستقطبهم اكتر، ودخول السكاوترز والكشافين في المنظومه، والمنظومه كلها بقت بتساعد انه اللعيبه الاندر دوجز دول ينوروا. فدلوقتي بقت بتشوف طول عمرهم معتمدين على الجماعيه، ولكن دلوقتي عندهم عدد كبير بخلاف الجماعيه، عندهم مهارات فرديه وعندهم عدد يسمح لهم ان هم ينافسوا. احنا عايزينك ان شاء الله تكون منورنا دايما، بس بصفه خاصه مع نهايه المونديال، عشان مبدئيا كده نشوف يا ترى الاربع اسماء اللي انت قلتها هم اللي فعلا وصلوا للمربع الذهبي ولا لا. وان شاء الله الكره ليست علم صحيح في الاول وفي الاخر، دي اجتهادات شخصيه. لا طبعا يعني. بطبيعه الحال انا بشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتني واسعدتني كالعاده، وان شاء الله نشوفك على خير. ويسيب حضراتكم بقى مع مجموعه لقطات لطيفه من تمرين النادي الاهلي، الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي اللي كان لسه حاصل من دقائق قليله ماضيه، ونطلع فاصل وبعديها نرجع عشان نستقبل الدكتوره دينا ابو السعود. خليكم معانا.